الأمير تركي بن سلطان المساعد وزير الثقافة والإعلام سابقا ونائب وزير الثقافة والإعلام للشؤون الإعلامية حاليا نتحدث عنه في التقرير التالي. بعيدا عن الأضواء يعمل بصمت، متخصص في مجاله ومحترف، رجل المهمات الصعبة، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلطان تم تعيينه مؤخرا بأمر ملكي نائبا لوزير الثقافة والإعلام للشؤون الإعلامية بمرتبة وزير. هذا ليس بمستغرب على رجل تعود على النجاح والريادة. عندما نستعرض تاريخه نجده إعلاميا من الدرجة الأولى، جمع بين العلم والخبرة المهنية. كانت أول شهادة تفوق من جامعة الملك سعود في تخصص الإعلام عام 1980 ميلاديا، وواصل هذا التفوق بنيله درجة الماجستير في مجال الإعلام الدولي من جامعة سيراكيوز الأمريكية. ونظرا لتميزه حصل على مدة تدريب عملي لمدة عام في محطة التلفزيون الأمريكية CBS ممثلا لولاية نيويورك. ومهنيا كان للتفوق نصيب أيضا، لا سيما بأنه تقلد مناصب عدة. وكانت البداية في عام 1982 ميلاديا، عين مشرفا على إدارة الصحافة في وكالة الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام بالمرتبة الثامنة، وبعد ذلك عين مستشارا إعلاميا بوكالة الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام بالمرتبة العاشرة عام 1986 ميلاديا، وبعد 4 سنوات عين وكيلا مساعدا للتخطيط والدراسات بوزارة الإعلام بالمرتبة 14. في عام 1996 ميلاديا تم تكليفه بالقيام بأعمال وكالة الوزارة للإعلام الخارجي بالمرتبة 15. عام 2002 ميلاديا عين وكيلا لوزارة الإعلام للإعلام الخارجي، وتم تكليف سموه بالإشراف على القناة الرياضية السعودية وتطويرها. مسيرة حافلة بنجاحات واستمرار لثقة الملكية. مسيرة حافلة بنجاحات واستمرار لثقة الملكية. هذا دليل على قامة إعلامية لا تتوقف طموحاتها عند أي أحد. أسرة برنامج كورة تتمنى لسموكم التوفيق والنجاح كما تعود الجميع منكم. أبو أحمد، والله أنا أقول مهم نعم أسنك إعلاميين بوجود رجل مسؤول مثل الأمير تركي، يعني أنا أقولها من خلال تعامل يعني مباشر ومن خلال ما ألمسه مما يقوم به من عمل. فقط من هذا المنبر أدعو الله أن يوفقه لأن يحقق جل طموحاته التي يعمل ليل نهار لكي تكون القناة الرياضية في مستوى الثقة الملكية التي من خلالها منحت القناة الرياضية النقل الحصري للدوري السعودي. أبو حسن، الحقيقة أولا أنا بالنسبة لي لم أفاجأ بهذا القرار الملكي، بالعكس أنا أعتقد أنه اختيار رجل المناسب في المكان المناسب، وسمو الأمير تركي بن سلطان نحن الإعلاميين خير من يعلم عن النجاحات اللي حققها في الفترة السابقة، وأيضا الأعمال القيمة اللي أنيطت به الآن اللي أتوقع أنه راح ينجح فيها، وبالتالي جعلت هذه الشخصية تعتبر أحد عرابي الإعلام ليس سعودي وإنما العربي، وأنا أعتقد له دور مؤثر في دعم الرياضة السعودية من خلال القناة الرياضية. وأعتقد أن التكلفة بنقل المباريات الدوري زين لهذا الموسم، أنا أعتقد أنه اختبار كبير وصعب جدا تدخل القناة الرياضية، ولكن بما أن الأمير تركي بن سلطان على رأس الهرم إحنا نتوقع النجاح مقدما، وبالتالي أنا أعتقد أن توليها الدوري زين، أنا أعتقد البعض قلقين من هذا التكليف أو من الإمكانيات قد لا تكون متكاملة، لكن أعتقد أن الأمير تركي بن سلطان قادر على التغلب على الصعوبات. علي، إذا عندك تعليق على هذا الخبر، إحنا نعرف أنه الأمير تركي بن سلطان والقناة الرياضية السعودية الآن في الاختبار الأصعب، خلينا نقول في الفترة المقبلة. بالتأكيد تركيا أعتقد أنه ليس بالغريب ولا بالمستغرب أن يتخذ قرار بمثل هذا الحجم، فالأمير تركي بن سلطان هو رجل الإعلام قبل أن يكون رجل الإدارة، وأعتقد أنه لديه القدرة الكافية في يعني تحقيق ما تصبو إليه ما يصبو إليه الوسط الرياضي في الانتقال من مرحلة الجمود اللي كان سائد في القناة الرياضية إلى ما هو أبعد، لأنه بصراحة الآن القناة الرياضية في ظل الاهتمام المنقطع النظير من قبل الأمير تركي بن سلطان
يعني نال شهادة الكثير من الخبراء، وبالتأكيد أنه يعني أن يتخذ مثل هذا القرار في وضع الأمير تركي بن سلطان، نعم هو إضافة المسؤوليات الجسام نعم. التي يملكها الأمير تركي، ولكن لديه القدرة الكافية في تحقيق النجاح الكامل. اليوم يمكن اطلع الرياضيين على السي في للأمير تركي بن سلطان المنشور في الرياضية، يعني رجل ما شاء الله كان ناجح سواء على الصعيد الدراسي أو حتى على الصعيد العملي، فأعتقد أن القرار كان قرار يعني قرار جميل صحيح. جدا وقرار رائع، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. بالنسبة للقناة الرياضية يعني أعتقد أنه ستشهد في المراحل المقبلة يعني اختبار حقيقي وتحدي مع ما منح لها من أهمية نقل الدوري السعودي والفوز بحقوق الامتياز. أنا أعتقد وقفة الأمير تركي بن سلطان للمتابعة والتحفيز واختيار الكوادر العاملة هو من يضع القناة الرياضية على المحك الحقيقي، لأنه الآن نتجاوز مرحلة التكهنات بنجاح القناة الرياضية إلى المنطلق العلمي الواضح من خلال نقل المباريات. أتمنى التوفيق للأمير تركي في المهمة القادمة، وأتمنى أيضا القناة الرياضية في ظل وجود سمو كل النجاح والتوفيق.